بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. استمعنا لتلاوة آي من الذكر الحكيم تلاها على مسامعنا مشكورا الطالب سلطان الزعابي. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، الإخوة والأخوات الفائزون بجوائز البردة، حفلنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نرحب بكم جميعا على أرض الإمارات الطيبة لنحتفي بالفائزين بجائزة البردة العالمية في دورتها 14، والتي تعد واحدة من أهم الأحداث الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالدولة. اسمحوا لي الآن أن أدعو معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان للتفضل بإلقاء كلمته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سمو الأخ الفاضل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الأخوة الفائزون بجائزة البردة في دورتها 14، السادة الضيوف الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في هذا الحفل السنوي المتجدد لتكريم الفائزين بجائزة البردة العالمية، وهم المبدعون من أصحاب المواهب الخلاقة التي يتحلقون بها حول بردة البوصري رحمه الله، يجسدون بإبداعاتهم وابتكاراتهم اعتزازنا العميق بديننا الحنيف، كما يؤكدون افتخارنا بسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأكرم التسليم، بل وكذلك احتفاءنا الكبير بتراثنا المجيد وحضارتنا العربية والإسلامية الخالدة. ويشرفنا كثيراً أن هذا الحفل المتجدد ينعقد في كل عام في ظل الرعاية الكريمة لسمو الأخ الفاضل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وزير الخارجية والتعاون الدولي، وهو الذي أنشأ هذه الجائزة حين كان وزيراً للثقافة والإعلام، حيث ارتأى بفكره الذكي والثاغب ما تمثله بردة البوصري من عمل إبداع رائع يشيع أجواء روحية سامية لدى كل من يسمعها أو يقرأها أو حتى بمجرد ذكرها أمام الناس. الشكر والتقدير لكم يا سمو الأخ الفاضل الكريم على تشريفكم لهذا الحفل ورعايتكم المستمرة له. الشكر والتقدير لكم أيضاً على إسهاماتكم الملموسة والمتواصلة في سبيل ترسيخ مبادئ هذه الأمة وتعميق الوعي الديني والثقافي والقومي بل والإنساني لدى الجميع.
أن هذا الاحتفال بجائزة البرد العالمية أيها الأخوة والأخوات إنما هو تأكيد واضح على أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة إنما نتمثل كافة جوانب الرسالة المحمدية الخالدة. نحن في الإمارات وبحمد الله وبفضل قيادتها الواعية وشعبها الأصيل ثابتون على الحق، ملتزمون بالمبادئ، معتزون بهويتنا الإسلامية وولائنا وانتمائنا لوطننا الغالي والعزيز. أنتهز هذه المناسبة التي نحتفل فيها بكل هذه الخصائص والصفات كي أتشرف بأن أتقدم بأفضل آيات الشكر والتقدير والاحترام إلى صاحب السمو والوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أخوانهم أصحاب السمو وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات داعنا المولى سبحانه وتعالى أن تظل الإمارات دائما بفضل هذه القيادة الرشيدة وبفضل شعبها العزيز وهي في خير ونماء وازدهار، وأن تظل الأمة الإسلامية كلها وهي في أمن وأمان وسلام واستقرار. أيها الأخوة والأخوات، إن هذا العام هو عام الخير والبركة في الإمارات. نتذكر فيه أن قصيدة البردة ومن خلال مدح صفات الرسول الكريم هي نبع خير دائم تحث على الاقتداء بسيد المرسلين في الأخذ بمكارم الأخلاق والتزود بالعلم وكبح جماح النفس وإعلاء قيم الحق والخير والجمال مع نشر مبادئ السلام والإنسانية والمحبة في ربوع العالم كله. قصيدة البرد كذلك هي تذكرة وتذكير بمكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياة المسلمين جميعهم، بل ومكانته العليا والسامية في التاريخ الإنساني كله باعتباره نموذجاً لا مثيل له في إحقاق الحق وإرساء العدل وتطويع العقل والسلوك إلى كل ما فيه فلاح ونجاح للمجتمع والإنسان في كل مكان. من هنا نجد أن هذه الجائزة التي ترتبط بمدح الرسول والاعتزاز بصفاته هي حدث ثقافي مهم نباهي به ونفتخر، ونسعد دائما حين نرى أن الجائزة في تطور مستمر تجتذب الآن المتسابقين من كافة أنحاء العالم، كما تتنوع الآن مجالات وفئات الجائزة بالإضافة إلى ما نشهده من روعة الأعمال المقدمة والتي هي في تطور صاعد عام بعد عام. أتقدم بالتهنية إلى جميع الفائزين في هذه الدورة، آملاً بإذن الله أن يكون فوزكم بهذه الجائزة حافزاً لكم على الإبداع والتواصل المستمر، تكونون دائماً نماذجاً تحتذى للفائزين والمبدعين في كل مكان، تضاعفون جهودكم من أجل أن تكونوا دوماً في كافة أعمالكم حريصين كل الحرص على تجسيد كافة جوانب السيرة النبوية الشريفة. أود أن أشكر كذلك أعضاء لجنة التحكيم وأتمنى أن يوفقنا الله جميعاً إلى عمل الخير في سبيل التعرف بكافة جوانب الدين الحنيف
والتأكيد في الوقت نفسه على ما تجسده الحضارة الإسلامية الخالدة من دعوة قوية إلى الإبداع والتجديد في كافة مجالات الحياة. أشكركم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة على هذه الكلمة. الآن حفلنا الكريم، أتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لأوبريت رسول السماحة والسلام، أداء فنان العرب الأستاذ محمد عبده وألحان فهد الناصر، بمشاركة الفنان إبراهيم سالم والإعلامي الأستاذ أيوب يوسف، تصميم الأداء الحركي الأستاذ هارون صولكيان، والإخراج المسرحي للأستاذ عبيد علي. من دفنت في الترب أعظم، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. يا سيدي وحبيبي جئت يسبقني شوق إليك يذيب القلب والجسد، أشكو ذنوبي وظلمائي ولائمتي ألقي بذاتي لديكم طالبا مددا. رحمك يا مصطفى ضاقت بنا سبل، فهل لنا بجوار ما قدا أحدا، لست البريء الذي يرجو براءته، وإنما مستجير يطلب البردى. لما أتيت الورى قرت بكم مقل، واهتز إيوان ظلم جار واطلعا، والمسلمون خبا بالدرب مجدهم، لما تفرق ما قد كان مجتمعا، لو ينظرون جميعا صوب قبلتهم لاقوا السماحة والإيمان والورعا، فانثر محمد ذاك الحب بينهم، من نور فكرك قام الحق وارتفع. تجلى مولد الهادي وعمات بشائره البوادي والقصابة،
وأسدت للبرية بنت واهب يدا بيضاء طوقت الرقاب لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا وأرسل عائلا منكم يتيما دنا من ذي الجلال فكان قابا نبي البر بينه سبيلا وسن خلاله وهدى الشعاب أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحابا باب الروض أبصرناه نورا فعند المصطفى تجد السرورا رسولي رحمتي وخليل ربي أتيتك لاهثا أرجو الأجورا فأنت الرحمة الكبرى بأرض يعز على البغاة بأن تدورا فأدركنا بجاهك يا حبيبي لأن دروبنا أضحت قبورا ونقي الشرعة السمحاء فينا فليس خلافنا في الرأي شورا اللهم صل وسلم عليها اللهم صل أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لم يسمع الفيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به
أرى وأسمع ما لم يسمع الفيل. قيله القيل لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. محمد زينة الدنيا وبهجتها، فاضت على الناس والدنيا عطاياه. محمد رحمة الرحمن نفحته، محمد كم حلا في اللفظ معناه. المصطفى المجتبى المحمود سيرته، حبيب ربك يهوانا ونهواه. نور الوجود وواف بالعهود سنن، لولاه ما ازدانت الأكوان لولاه. فجر الأنام ومصباح الظلام، ومن أدناه خالقه منه وناجاه. سمت به في الورى أخلاقه شرفا، من قبل وحي أتى بالحق تنزيها. فالصدق أحمدنا والعفو أحمدنا، هو السماحة في أسمى معانيها. فدينه يسر وتيسير ومرحمة، يدعو الأنام إلى إرضاء باريها. صلوا عليه فمن نهف لطلعته، جاء البرية بالنورين يحييها. ضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود
محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله مشهود ينوح ويشهد محمد رسول الله محمد رسول الله محمد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد بالنور والتقوى أتانا منجدا واجعل صلاتي عصمة وشفاعة واجعل صلاتي عصمة وشفاعة في يوم حشر حين يأتينا النداء واحفظ على السكينة والصفا واجعله دارا للمحبة والهدى وارحم رجالا جاهدوا حتى بدا وارحم رجالا جاهدوا بلد المروءة للأنام موحدا وبابن عبد الله بابن عبد الله وبابن عبد الله يسر أمرنا يسر أمرنا حفلنا الكريم حانت الآن لحظة التكريم. أتشرف بدعوة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة للتكرم بالصعود إلى المسرح لتكريم الفائزين بجائزة البردة العالمية في دورتها 14. ونبدأ بالمشاركين في الأوبريت. فنان العرب الأستاذ محمد عبدو، شاعرنا المبدع الأستاذ علي الخوار،
الإعلامي الأستاذ أيوب يوسف. الفنان الأستاذ إبراهيم سالم. الأستاذ هاروت سولاكيان. أما الفائزون بجائزة البردة العالمية في دورتها 14 في فئة الخط، الأستاذ عبد محمد حسن الجمال من مصر فاز بالمركز الثاني. الأستاذ محمد جابر السيد أبو العلا من مصر فاز بالمركز الثالث. الأستاذ منير طهراوي من الجزائر فاز بالمركز الرابع. الأستاذ محسن عبادي من إيران فاز بالمركز الخامس. وفي فئة الزخرفة فردوس بقال من تركيا بالمركز الأول. نهال تيزجان من تركيا بالمركز الثاني. شاه عليم منصوروف من أوزبكستان بالمركز الثالث. زينب رهنما من إيران بالمركز الرابع. وإلهام قل أفروز من إيران بالمركز الخامس. أما فئة الحروفية فاز بالمركز الثاني إحسان حاكم كاظم من العراق. وفاز بالمركز الثالث تاج السر حسن من السودان. وفاز بالمركز الرابع محمود محمد فرح من كندا. وفي مجال الشعر الفصيح فاز هشام دقاق من المغرب بالمركز الثالث عن قصيدته لامية الحرم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مجال الشعر النبطي فاز بالمركز الأول أحمد بن سعيد بن عامر المعمري من سلطنة عمان عن قصيدته بعنوان مولد النور. وفاز بالمركز الثاني عبد العزيز بن حمد بن محمد العميري من سلطنة عمان أيضا عن قصيدته التي كانت بعنوان آخر أصوات الوحي. وفاز بالمركز الثالث أحمد محمد حسن عبد الفضيل من مصر وذلك عن قصيدته بعنوان السراج.
نتوجه بالتهنئة إلى كافة الفائزين بجائزة البردة العالمية هذا العام، وكلنا في الحقيقة فائزون. كما أتوجه بالشكر الجزيل لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى، وزاده شرفا عاليا ومجدا وكرما لديه، وشرف به الآباء والجدود وملا الوجود بجوده عدلا. صلى الله عليه إمام المتقين ورسول رب العالمين، قائد الغر المحجلين، يا من اسمه طه وياسين حبيب الله. عليه من الله أفضل الصلاة وأزكاها وأتم السلام. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله وارحم حشم بلقاك تسعرا، وإذا سألتك أن نراك حقيقة تسمح ولا تجعل جوابي لن تره مولاي. صلى الله عليه. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر نرق من النسيم إذا سرى، فدهشت بين جماله وجلاله، وغدا لسان الحال عني مخبرا نبيكم. صلوا عليه. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله 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 يا رسول الله الله صلى الله عليه الله 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 يا لقبر أنت ساكنه يا رسول الله الله صلى الله عليه الله 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 يا رسول الله الله صلى الله عليه يا خير من دفنت في القاع أعظمه يا رسول الله الله صلى الله عليه الله 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 يا رسول الله الله نشكر معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة على رعاية الحفل وحضوره، كما نشكر جمهورنا الكريم من الحضور، والشكر موصول للمنشد حسن خيري والفرقة الوطنية للفنون الشعبية على هذه اللوحة الجميلة، لوحة المالد. نلقاكم على خير بمشيئة الله تعالى في فعاليات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.